مبارك المسلم تصيبه المغفرة من جميع النواحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب مثلا ما حناش ليلة القدر، لم ندرك ليلة القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب واحد مثلا ما قامش رمضان، ستصيبك المغفرة بالصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المغفرة من ناحية صيبات إن شاء الله، من ناحية صيبات، من ناحية صيبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو ذر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. سيدنا أبو ذر قال له إيه؟ وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال له: وإن زنى وإن سرق. فقال له: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال له: وإن زنى وإن سرق. فعبد المرة الثالثة سيدنا أبو ذر، قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ فقال له: وإن زنى وإن سرق رضم أنت بذر. فالمسلم تصيبه مغفرة الله سبحانه وتعالى بالقيام والصيام. هنخش على الأسئلة إن شاء الله، جاهزين معنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: ربنا سبحانه وتعالى خلق النجوم مذكور في القرآن لثلاثة أسباب. النجوم ربنا خلقها لثلاثة أسباب. هقول واحدة: رجوما للشياطين تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وزينة السماء. ما شاء الله عليك، وجعلناها رجوما للشياطين. الله اكبر عليك، بسم الله ما شاء الله، ده حبيبي ما شاء الله. طيب يا جماعه، احنا عارفين المراه المطلقه ما ينفعش تتجوز الا لما تخلص العده بتاعتها. العده بتاعت المراه المطلقه كام شهر ولا كام؟ لا خلي بالك، ده انا بقول المراه المطلقه مش المراه اللي شغاله. ثلاثة قروء. إجابة صحيحة، بسم الله ما شاء الله عليكم، الله أكبر. طيب المرأة زوجها متوفي عدتها كام؟ تعالى أنت قول. أربع شهور وعشرة أيام. ما شاء الله عليك، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليك، ما شاء الله. طيب ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم في اي يوم من ايام الاسبوع؟ يوم الجمعة. المؤدب بس اللي هديه، اللي هيزعق مش هديه. يرفع ايده بس. طيب ماشي، حد يعرف زوجة فرعون اسمها ايه؟ ناسي. اجابة صحيحة، اجابة صحيحة يا سلطان، بارك الله فيك. زوجة فرعون اسمها آسيا. طب زوجة العزيز؟ زليخة أبو حمزة. إجابة صحيحة، ما شاء الله عليك. طيب سيدنا يونس أرسل إلى قوم مين؟ سيدنا يونس اللي بلع الحوت، كان في العراق. السؤال يا شيخ يعني نينوى. إجابة صحيحة، ما شاء الله عليك، الراجل هو اللي جاوب، ما شاء الله، نينوى. طيب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ليهم لقب، اللقب بتاعهم ايه؟ أمهات المؤمنين. إجابة صحيحة، ما شاء الله عليك. طيب أول مسجد بني في الأرض؟ المسجد الحرام. إجابة صحيحة. طيب أول مسجد بني في الإسلام؟ مسجد كبار. ما عارفين ان
مسجد قباء إجابة صحيحة. اللي يجاوب يعني خلي ندي الناس الثانية فرصة. إيه غشش اللي جنبه على كده يعني. طيب في صلاة جماعة تعدل 100,000 صلاة. الحج محروس كان المسجد الحرام. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة. طيب في صلاة جماعة تعدل 1,000 صلاة. المسجد الأقصى. مسجد النبوي إجابة صحيحة ما شاء الله عليك. طيب في صلاة تعدل 500 صلاة. المسجد الأقصى إجابة صحيحة ما شاء الله. هنسأل سؤال صعب شوية. آية في القرآن فيها أمرين ونهيين وخبرين وإشارتين. استنى شكرا الله أكبر عليك. بسم الله ما شاء الله. الآية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. إجابة صحيحة. طيب في آية جمعت كل حروف اللغة العربية. في آية جمعت كل حروف اللغة العربية. لا مش آية الدين. لا يقول هذه هي ممتاز. لا مين كان محمد؟ ما شاء الله عليه. مين الجواب؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب السؤال لما قال هجاوبه هياخد اثنين مستويين. آية واحدة في القرآن الكريم فقط بحرف الضاء. ينصر دينك. ينصر دينك ودين أبوك. أستاهل. ظهر الفساد في البر والبحر. آية واحدة في القرآن الكريم بحرف الضاء. تبدأ بحرف الضاء. تبدأ معي حرف الضاء يعني تبدأ بحرف الضاء. هل يعني تنصها؟ تمام. لا نقول لغز. احنا عارفين دايما انه دايما اللحم وبعدين الشعر. ايه الحاجة يا جماعة اللي اللحم من جوه والشعر من بره اللحم من بره والشعر من جوه؟ جواز الكلب اللي هيجاوب. بصوا احنا عارفين دايما اللحم وبعد كده الشعر من فوق. ايه بقى اللي اللحم من جوه والشعر ها؟ اللحم من بره والشعر من جوه. خنزير. مش الخنزير. ايه اللي لحم من بره وشعر من جوه؟ الحمار. الحمار. ايوه. الجونه. إجابة صحيحة ما شاء الله عليكم. ربنا يبارك فيكم وكل عام وانتم بخير وقوموا إلى صلاتكم ويرحمكم الله.